بارك الله فيكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الصبيحة، يقول السائل: أحرم رجل من أبيار علي، ولما وصل إلى مكة اغتسل بالصابون وكانت له رائحة ثم أدى العمرة، فهل عمرته صحيحة أم لا؟ وماذا يجب عليه؟ وجزاكم الله خيرا. عمرته صحيحة إن شاء الله، وأما اغتساله بالصابون فننظر، إن كان الصابون له رائحة، له رائحة طيب، فلا ينبغي له أن يستعمله، لكنه استعمله جاهلا، والجاهل لا يؤاخذ، يعذر بالجهل. أما إن كان الصابون ما له رائحة فلا مانع، لا مانع أن المحرم يغتسل ويتنظف ويستعمل الأشياء المنظفة التي ليس فيها رائحة طيب. أما إن كان فيه رائحة طيب فإن المحرم يتجنب ما فيه رائحة الطيب، ولكن هذا فعله جاهلا، والجاهل لا يؤاخذ، لكن لا يعود لمثل هذا.